كنشكروا جريده 24 على الاستضافه. اليوم كنتواجدوا بقاعه درب غلف، منتدى متعدد الرياضات اللي كينشط فيها نادي الرابطه البيضاويه بجميع الفروع ديالها، وخاصه فرع كره السله وكره اليد. هذه الاسبوعين كنتفاجئوا باغلاق القاعه في وجه جميع فئات ديال النادي اللي كيخوض مسار ديال البطوله الوطنيه في القسم الاول ذكور واناث، وكذلك بطوله المغرب في الفئات الصغرى. عندنا مقبلين على نصف النهائي ديال فئات قلب 14 سنه، نصف النهائي ديال بطوله المغرب. وحنايا كنتفاجئوا كما قلنا باغلاق القاعه بدون اي سبب. من هذا المنبر كنناشدوا الصعوبات، والي صاحب الجلاله وعامل عامل الغرفه وكذلك مجلس المدينه باش يدخلوا باش يحلوا هذا المشكل هذا اللي الاصل ديالو ما مفهومش وما عارفينش شنو هما الاسباب. فاش كنسولو كيقول لك بان القاعه ما مسدوداش، فاش كنجيو ندربوا كنلقاو القاعه مسدوده ولا يعقل نحرموا هاد الوليدات. عندنا ازيد من 350 طفل وطفله. كتشوفوا اليوم معنا فئه ديال اللي في نطاق الشراكه ديالنا مع وزاره التعليم والتعليم الاولي والرياضه في مشروع دراسه ورياضه اللي هو مشروع مولوي ديال صاحب الجلاله. وهاد الوليدات دابا ما كيستافدوش من التدريب ديالهم. بغينا نفهموا علاش كاين هذا الاجحاف وكاين هذا الاغلاق ديال القاعه. خاصنا ما عارفينش هاد الجهه شكون هي، خاصنا نعرفوا شكون هاد الجهه اللي خدات هاد القرار ديال الاغلاق في وجه الاطفال خاصه. علاش نقصيو هاد الاطفال؟ حنا اللي وصلنا اليوم كان قالوا لنا بان غتحل اليوم، بان القاعه ما مغلوقاش وغتحل اليوم. حنا كنتفاجئوا هي مازال مغلوقه، واللي سمعنا واللي كيتقال وهذا غير معقول لانه يبقى الهضره كتمشي وتجي بين الناس. نديروا اجتماع ونريحوا وناقشوا البرنامج اللي عطينا واللي عطاو الاخوه في فروع الاخرين وفي الانديه الاخرين، ناقشوه مجامعه وغتلقى شي صيغه اللي كلشي غيمارس الحق ديالو. هذا حق دستوري كيمنحوا لنا الدستور باش الدراري يزاولوا الرياضه ديالهم، خاصه في واحد الحي شعبي اللي كيعرف مشاكل اجتماعيه، والوليدات لقاو لو غوفوج ديالهم في هذه الرياضه هذه اللي خرجناهم من اعمال الشغب، خرجناهم من الاجرام، خرجناهم بزاف الحوايج، وناس كيعطيو من وقتهم وكيضحيو بمالهم باش يساندوا هذه الفئات الشابه. الا انه كنشوف هذا القرار المجحف اللي ما كيتفهمش. هاد الناس اللي خداو القرار خاصهم يعاودوا يراجعوا راسهم. شكرا سي امين. كان معنا امين القرش رئيس نادي الرابطه البيضاويه وعائله القرش، غنيه على التعريف خاصه في كره السله الوطنيه. ابراهيم القرش رحمه الله، صاحب القرش اللي كيسميوه مدرب نتائج، فهذا شرف كبير اننا استضفناك السي امين وشكرا.